كما كتعرفوا على ان هذا يعني الشهر هو شهر ديال جوج الاعياد الوطنيه، كنخلدوا فيهم الذكرى ديال المسيره الخضراء المضفره والذكرى ديال عيد الاستقلال. من خلال كمؤسسه كنحاولوا نسلطوا الضوء على التطوع داخل المنطقه ديالنا اللي هي منطقه سيد البرنوصي واللي عزيز على القلب ديالنا. كما كنعرفوا على ان المجتمع المدني عنده دور كبير في ترسيخ هذه جوج الاعياد الوطنيه، كما كتعرفوا على انها يعني الخطاب السامي ديال صاحب الجلاله يعني من خلال النموذج التنموي الجديد اعطى اهميه كبيره للمجتمع المدني في ترسيخ الاعياد الوطنيه. ومن خلالنا كمؤسسه وكمجتمع مدني حاضر في منطقه سيد البرنوصي كنحاولوا دائما نكونوا سباقين في طرح هذه المواضيع باش يعني يكون يعني التفاعل ديالها من عند الشباب ديال المنطقه والشباب ديال المغرب كامل. فكما كتعرفوا اختارينا الموضوع ديال التطوع والابعاد ديالو الاعياد الوطنيه، كما كنعرفوا على انه كاين واحد العزوف كبير على العمل الجمعوي بصفه عامه والعزوف كبير على يعني يعني الوطني بالنسبه للشباب. فمن خلال هذه الندوه هذه ان شاء الله غنحاولوا ان شاء الله نسطروا فيها مجموعه من الامور مع فاعلين جمعويين اللي شباب واللي يعني قدماء باش هكا نخرجوا بخلاصات اللي نحاولوا بها نوصلوا الرساله ديالنا للمواطنين ان شاء الله. كما كتعرفوا على انه في الشق الثاني بالنسبه للعمل الجمعوي في سيد البرنوصي هو عمل جمعوي تطوعي اللي كيخلي الجمعيات انهم يشتغلوا في العمل الخيري من خلال مجموعه من المبادرات اللي كيتعاملوا في البرنوصي، منها يعني القفف، توزيع القفف على الاسر المعوزه، توزيع الاضاحي. هذا بطبيعه الحال كيبقاو انشطه اللي كتكون يعني بالنسبه على المستوى سيد البرنوصي، وكاين انشطه الحمد لله اللي كيقوموا بها مجموعه من الجمعيات اللي كيرسخوا بها مبدا التطوع ومبدا الخير في المنطقه ديالنا. فمؤسسه دار الانماء هي شريك اساسي يعني لكل جهات في سيد البرنوصي كما كجميع الجمعيات اللي كاينين في الحي ديالنا، ونتمنوا من الله على انه هذه الندوه هذه نخرجوا بها بخلاصات اللي تخلينا يعني نمشيو بالعمل الجمعوي التطوعي نحو الامام. لحقاش مؤخرا لقينا عزوف كبير على الجمعيات باش يشتغلوا في العمل التطوعي. فاحنا كما كنقولوا كمؤسسة ماشي حسن من كل شيء وماشي يكرف من كل شيء، يعني كنحاولوا نبارطاجيو يعني مع بعضياتنا يعني التجارب ديالنا داخل العمل التطوعي ونستافدوا بعضياتنا يعني مع الجمعيات المجتمع المدني اللي كاينين في البرنوصي باش هكا نرتقيو بالعمل التطوعي ونرتقيو بالعمل الجمعوي لواحد المستوى اللي يخلي ان المواطنين يديروا الثقه في الجمعيات. كما كتعرفوا على ان الجمعيات يعني في واحد المده ما بقاتش عندهم ثقة مع هاد المواطنين بحكم انه كاينين جمعيات سامحهم الله اللي ما كيشتغلوش في الهدف ديالهم اللي هو التطوع. وبهذا نتمنوا اننا نكونوا كما كنقولوا هذاك خير مثال للجمعيات. ف البرنوصي كيحظى بزاف ديال الجمعيات اللي الحمد لله كتشتغل في العمل الجمعوي والعمل التطوعي. حنا ان شاء الله نتمنوا من الله نديروا ايد في يد باش نرجعوا البريق ديال العمل الجمعوي للبرنوصي. كما كنقول انا دائما بحكم انني شاب ترعرعت في سيد البرنوصي، العمل الجمعوي باقي كنخدموا به بالصيت ديال الثمانينات والتسعينات. ف حنا كشباب اليوم بغينا نعاودوا نحيوا هاد البوادر التطوعيه من خلال اننا نحسوا الناس بان الاعياد الوطنيه ماشي هي اعياد اللي دايزه، ماشي هي الاعياد ديال النهار. فالاعياد الوطنيه هي اعياد ديال العام كله، خاصنا نكثفوا المجهود باش هكا نحاولوا يعني نخدموا يعني الساكنة بالمستطاع كما كنقولوا بالتكاوين بأي حاجة اللي تخلي المواطن المغربي أو المواطن ديال منطقة سيد البرنوصي يرتقي لواحد المستوى اللي مزيان إن شاء الله. تشرفت اليوم بدعوة من مؤسسة دار الإنماء التطوعي لحضور هذه الندوة التكوينية حول موضوع أبعاد العمل التطوعي الجمعوي في الأعياد الوطنية ومظاهره على المستوى الوطني عامة وعلى المستوى المحلي خاصة، اللي من خلالها كناخذوا ونستشرفوا واقع العمل التطوعي على المستوى الوطني وخصوصا على المستوى المحلي وأبعاده على مستوى المستويات الاجتماعية منها والثقافية وحتى الرياضية، وكذا تأثيره على مستوى الساكنة داخل منطقة سيدي البرنوصي. اليوم احنا فخورين بتلبية دعوة
تجاوز المؤسسة التطوعية دار الإنماء باش نحضروا لهذه الندوة القيمة اللي كتهضر على العمل التطوعي أبعاده ويعني ومظاهره في الأعياد الوطنية. اليوم أبينا ألا نحضر رغم يعني يوم السبت وانشغالاتنا، ولكن كيهمنا يعني العمل التطوعي، حيث أنه يعني ميدان ديال الاشتغال ديالنا الحمد لله. ومؤسسة دار الإنماء فهي تعتبر من الجمعيات يعني الرائدة على المستوى المحلي والوطني في العمل التطوعي، ونحتدي بها في كثير من المحطات. فالعمل التطوعي يعني يجذبنا ويعني هو يعني إكسير حياتنا احنا كجمعويين وكفاعلين بسيد البرلوسي، حيث كنلقاو فيه راسنا ويعني وكنجسدوا فيه الآليات الاشتغال اللي احنا مآمنين بها، حبا في الحي ديالنا وحبا في الوطن ديالنا. وهذا ماشي غريب على المغاربة الحمد لله، يعني حيت كنستمدوا هذا الشيء من التاريخ ديالنا ومن الدين ديالنا الحنيف اللي كيدعو يعني للتطوع وللتعامل يعني من اجل الخير للجميع. واليوم موضوع الندوة هو موضوع جد مهم، بحيث انه كتطرق ان شاء الله يعني الابعاد ديال التطوع، وكيف كنعرفوا ان جميع الاعياد الوطنية هي بحد ذاتها تعتبر ملحمة ومرجع للتطوع، بحيث كيف كنعرفوا المسيرة الخضراء المضفرة عرفت أكثر من 3500 متطوع، كتبقى ملحمة عالمية للتطوع يعني بالريادة ديال المغفور له الحسن الثاني نصره الله رحمه الله. واليوم إن شاء الله جينا باش يعني نجدوا العهد مع الفاعلين الجمعويين باش نسطروا واحد البرنامج إن شاء الله للاشتغال تطوعا لخدمة الوطن ولخدمة الحي.